فكره الفانوس نفسها بترجع للمعز لدين الله الفاطمي للقاهره الفاطميه. ما كانش فيه كهرباء، فهو كان عايز ينور القاهره الفاطميه، فكلف جوهر السكل اللي هو يحط زي كلوب كده قدام كل بيت. كان مقارب لشهر رمضان الموضوع ده، فالموضوع ارتبط، الفانوس ارتبط من ساعتها بشهر رمضان. جت فكره التغطيه بتاعت الفانوس دوت لما الهواء ابتدى يحرك الشمع وتفيها وبتاع، ابتدى الزعف يخش عليها والازاز والصفيح والحاجات دي، وبعدين اتوتر لغايه العلب. اما كانوا بيعملوه في علب، يعني كانت علب السم ديت كانوا بيجيبوها ويحطوا بقلبها شمعه، واللي عايز يمشي بيها في رمضان يقول لك ايه رمضان جانا، فاهماني؟ وبعدين طلع الفانوس ابو شمعه، وبعدين طلع الفانوس ابو باب. سمعت الفوانيس زمان، كان والدي كان يعمل الفنيار الصغير دوت الازاز، تبص تلاقي منفوخ كده عامل زي الكوبايه، كان بتركب له قبه وكعب. ابتدينا احنا نطور الفانوس، يعني ابتدينا نطور شكل الفانوس، ناخده مثلا من شغل زهرة اللوتس، من شكل ازازة الشويبس، ابتدينا نستوحي الاشكال دي ونعملها على اشكال فانوس. يعني مش بالسهل بيطلع الفانوس، بياخد له مده جامده عقبال ما يطلع الفانوس، بيمشي من على 5 6 انفار عقبال ما يتشطب. العرب بيهتموا بالفانوس ده اكتر مننا، السعوديه، قطر، الاردن، الامارات بيستوردوا كميات اكتر مننا، بيهتموا بالكلام ده لان احنا عندنا هنا مراسم رمضان، هم عندهم شعائر. المصري بتاع الفانوس المصري، ما فيش الفانوس ده ما فيش رمضان، ده الاصلي.